قنبلة الجيل وصل، ختامها مسك البايو. هتعمل ايه يا عزيزي في اخر مادة عليك؟ طبعا هتقولي هريح واخد دش ساقع وافوق من الكيمياء ومن الفيزياء. طبعا لا لا لا، ايه مين اللي عمل السكريبت ده يا ابني؟ لا هتريح عادي. قدامك بعد امتحان الجيولوجيا 7 ايام، هنعمل فيهم ايه؟ اولا لخصت لك المنهج كله في فيديو واحد ورا كل شابتر امتحان شامل على اليوتيوب. ثانيا عندك فيديو حل الموديل اكزامز خاصه بالمعاصر برضه على اليوتيوب، ومش بس المعاصر، هندخل على 10 امتحانات التفوق. وايه كمان يا مدودو؟ فيديو تريكات، هعمل لك فيديو مجمع فيه كل مسائل الدي ان والاميونيتي ومسائل السبورت. عايز ايه تاني؟ واللي يقول لك ما بيعرفش يحل مقالي مفيش منه، انت في المقالي وحش. وخد عندك فيديو حل اهم اسئله المقالي. وايه تاني يا ميس؟ وترابيزات المندوبك. وطبعا يا عزيزي مش هننسى اسئلتك المهمه، هيتم استقبالها على جروب التليجرام، وختامها مسك ان شاء الله.